في هذا الأسبوع مهم هو وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. سيد محمد صديقي، مرحبا بك. عمر بلادنا عاشت بهذه الحدة، الأجواء ديال العيد كتفرض عليها هذه الوضعية ديال الأعياد والتوفير ديال العيد وديال الأضاحي، وطبعا الأثمنة ديالها هذا كتخلق واحد الجو. هذه السنة الثالثة اللي كيكون عندنا نفس إشكاليات، ولكن كنوصلوا المغاربة كلهم كيعيدوا التعليمات ديال جلالة الملك باش العيد يدوز في أجواء يعني اللي هي أجواء حسنة. ونخرجوا القفة ديالنا نرجعوها خاوية، لأن كل شيء غالي، الخضرة الفواكه ما بقيناش نوصلوا ليهم. واش الحماية الاجتماعية غتشمل الفلاح الصغير، حيت على أرض الواقع كاين فلاح أكثر اللي ما قدروش على واجب الانخراط؟ حصيلة الحكومة، عملتي تصريح سيد محمد صديقي على أنها هي حصيلة التجمع الوطني للأحرار. خبر ديال الزيادة في البوطة، 10 دراهم في البوطة الكبيرة وجوج دراهم ونص في البوطة الصغيرة، ها هما غيكون الدعم، ولكن ربما هالدعم راه غادي يخرج أيضا من جيوب المواطن المغربي. وعلاش كان الإعلان على هاد الزيادة أسبوع أو زوج من بعد تقديم الحصيلة المرحلية ديال الحكومة؟ وكل شيء كيقول لك هو هذا الشيء ديال الدعم ديال الدولة كيستافدوا به الناس اللي ما كيستاهلوش. السي عزيز خنوش رجل مواطن عنده واحد الغيرة على بلاده، على ملكه،